وجينا للحقرة ولغبينا احنا الان كنقوموا بالتصعيد في هذه الوقفه هذه وكنجيو امام الشركه الام اللي هي فيوليا التابعه لشركه ريضال باش يلقاو حل هاد العمال هادو اللي مطرودين مده دابا ديال 5 شهور وحنا واقفين. درنا احتجاجات امام المقر الرئيسي ديال ريضال اللي في شارع الحسيمه بالرباط بدون استجابه ديال هاد الناس هادو، ما استجبوش لنا سميتو. حنا الان صعد غنصعدوا ومازال غنزيدوا نصعدوا في هاد الوقفات هادو الى ما لقاوش لنا حل سميتو. كما كيف العلم ديال الجميع الان راه ولينا على لسان اي واحد هاد العمال هادو اللي تشردوا 70 عامل 70 عائله شرداتهم هاد الشركه هادي اللي هي ريضال وما غنتفكوش على الرزق ديالنا ولا رزق وليداتنا. وكيف كنا درنا احتجاجات الاولى وعطاونا المسؤولين واحد الوعود على اساس انهم غادي يعاودوا يدمجونا مع الشركات الجداد اللي عقدات شركه ريضال معاهم عقد جداد في مدينه الرباط وتماره وبدون ادماج هاد العمال هادو ولو واحد دمجوه، يعني كيف انه يتخلاو على 100% ديال العمال هادو وعندهم عائلات اقلهم ضارب 10 سنوات، كاين الناس اللي ضاربه 17 سنه، كاين اللي 15 سنه، ضيعنا حياتنا معاهم، تأونكاجينا في كريديات، تأونكاجينا في كاين اللي دار وليدات، حتى خدم مع هاد الناس دار وليدات وكيتسنى انه عقد الامل ديالو على هاد الخدمه هادي وباش يكون عائله في الاخر كنصدموا بهاد الواقع اللي حنا فيه دابا. هاد الناس هادو طردونا وشردونا ولكن حنا ما غنتفكوش على الحق ديالنا، وحنا راه هاد الشركه هادي عندها فضل، حنا عندنا فضل كبير على هاد الشركه هادي. حنا راه كندخلوا لها مبالغ مهمه بطريقه غير مباشره، وصيفطنا اننا حنا اللي كنوزعوا الفواتير، وحنا اللي كنتواجهوا مع الناس، وحنا اللي كنتواجهوا مع لي كليون، وحنا اللي كنسمعوا الهضره، ورغم ذلك كنصبرنا وكنصابروا وكنثابروا وكنخدموا بالمعقول. وهاد الناس هادو ما عندهم ما فيهمش المعقول، وحنا صامدون حتى نلقاو ان شاء الله الحل ان شاء الله مع هاد الناس هادو، وغنزيدو نصعدو في الوقفات ديالنا، إلا كان شي جهات أخرى معنية حتى هي غنمشيو ليها إن شاء الله وغنوقفو ونديرو احتجاجات حتى يخدمونا وشكرا. شي كثيرة بزاف، كتلخص مطلب واحد وأساسي هو الرجوع للعمل ديالكم اللي انقطعتو عليه من 31 يناير من السنة الجارية 2022. هادي 4 شهور الاخوان وانتم جالسين في ديوركم كتسناو الحل اللي غادي ديروا الاداره ديال شركه ريضال. مع الاسف ورغم الوعود العديده اللي تلقيناها في حوارات رسميه تحت اشراف السيده المديره الجهويه للشغل والادماج المهني بالرباط في المقر ديال هذه المديريه هذه. الوقفه ديال اليوم هي كتجي بعد سلسله من الوقفات اللي درنا امام مقر شركه ريضال في زنقه الحسيمه. جينا اليوم المقر ديال فيوليا باعتبارها الشركه الام اللي ديال ريضال، جينا باش نشعروها بالملف ديالنا المطلبي اللي هو ملف عادل ويعني باين هو العوده الى العمل بعد ان الاتفاق اللي كان ما بين ريضال وما بين المديريه الجهويه والمكتب النقابي ديالنا على اساس انه يتم ادماج ديال هاد الاخوان هادو داخل الشركات الجديده اللي خداو الصفقات، لكن هاد الشركات ما التزموش وحتى ريضال ما التزماتش بالاتفاق اللي تم في مارس وفي ابريل. واليوم احنا جينا للتعبير على السخط ديالنا لهاد المواقف هادي اللي كتعتبر اللي ما فهمناهاش لحد الساعه علاش ريضال دارت هاد يعني تملصات من الالتزامات ديالها. المطالب ديالنا هو ان العوده الى العمل بجميع الحقوق والمكتسبات اللي كانوا راكموا هاد الاخوان هادو منذ 17 سنه وبغاو يكونوا يعني تيقلبوا على الكرامه ديالهم وعلى الحقوق ديالهم والعمل ديالهم طبيعة الحال.